تكرمة الله لهذه الأمة أي لأمة محمد. يا الله يا الله، الأمير لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم تعال صل لنا، فيقول عيسى بن مريم لا، بعضكم أمراء بعض. تكرمة الله لهذه الأمة أي كرامة من الله جل وعلا لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الله أكبر. خلي بال حضرتك الوقت، أنا قلت رويتين، خلي بالك، لأن هناك أيضا من ينكر أحاديث نزول عيسى وأحاديث هذا الأمير الذي سأتحدث عنه. الرواية في البخاري ومسلم رواية أبي هريرة، وهذه رواية جابر بن عبد الله في صحيح مسلم، في صحيح مسلم، فيقول أميرهم تعال صل لنا، فيقول عيسى بن مريم لا، عيسى بن مريم لا، بعضكم أمراء بعض. تكرمة الله لهذه الأمة، من ده؟ من هذا الإمام؟ ومن هذا الأمير؟ اسمع، روى الحارث بن أبي أسامة في مسنده بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله. السنة لا يضرب بعضها بعضا، حاشا لله، حق يخرج من مشكاة واحدة. روى الحارث بن أبي أسامة في مسنده بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيقول أميرهم المهدي، إيه؟ المهدي، فيقول أميرهم المهدي تعال صل بنا، فيقول عيسى لا، ويدفع هذا الإمام في كتفه ويقول تقدم صلي، فلك أقيمت، بعضكم أمراء بعض. تكرمة الله لهذه الأمة، المهدي. من المهدي هذا؟ وإيه قصته؟ إيه حكايته؟ طيب قبل ما أتكلم عنه أقول، هناك من تبع العلامة ابن خلدون رحمه الله في قوله ولم يسلم من أحاديث المهدي إلا القليل بل الأقل، هكذا قال العلامة ابن خلدون رحمه الله. وأنا أقول حتى ولو أخذنا بقول العلامة ابن خلدون ولم يسلم من أحاديث المهدي إلا القليل بل الأقل، أقول حتى لو أخذنا بهذه الكلمات ولم يثبت لنا إلا حديث واحد صحيح لوجب علينا أن نقبله، وإلا لرددنا على الله أمره كما في قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، كما قال إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل، قال لو رددنا حديثا صح عن رسول الله لرددنا على الله أمره وما آتاكم الرسول فخذوه. وأنا أقول، قالوا أحاديث المهدي أحاديث أحاد، أحاديث أحاد، معلش اسمحوا لي، يعني تأصيل علمي لابد منه، ويعني حتى يعني لولا لم استوعبه بعض أحبابنا وأخواتنا، لكن لابد من هذا التأصيل العلمي لنقف على المسائل بوضوح كامل. قالوا أحاديث المهدي أحاديث أحاد. طيب الأمر الثاني، قالوا لم تثبت أحاديث المهدي في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم. طب الشبهة الأولى بسرعة وهرجع تاني على طول، الشبهة الأولى أن أحاديث المهدي أحاديث أحد، وأحاديث الأحد لا يؤخذ بها في مسائل الاعتقاد بل قد يؤخذ بها في مسائل الأحكام العملية. هذا كلام خطير جدا، لم يعرفه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، لم يقل بذلك أحد من سلفنا على الإطلاق، وإنما هذا أمر عند المتأخرين. لم يثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم كان أحدهم يقول للآخر إذا نقل إليه حديثا عن رسول الله يقول له لا 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 أنا لا أقبل خبرك هذا لأن خبرك خبر أحد، خبر واحد، هيا ارجع هات لي معك مجموعة من الصحابة ليشهدوا جميعا أن الرسول قال ذلك. لم يحدث هذا على الإطلاق أبدا، لم يقل أحد من سلفنا الصالح بأنه يجب ألا نقبل إلا الحديث المتواتر عن رسول الله. طب إيه الأول؟ الحديث المتواتر، الحديث المتواتر
هو ما رواه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب من أول السند إلى آخره. لا تاني بالراحة شوي. حاضر. الحديث المتواتر هو ما رواه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب من أول السند إلى آخره. والأحاد ما سوى المتواتر. فلم يقل أحد من السلف إذا ذهب صحابي لصحابي آخر وقال له الرسول قال كذا يقول له لا أنا لا أقبل خبرك لأنه خبر واحد خبر أحد. اذهب فأتني بمجموعة من الصحابة ليشهدوا معك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك. لقد تغيرت القبلة بخبر واحد خبر واحد. والحديث في صحيح البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمر بينما الناس يصلون في قباء إذ جاءهم رجل وهم متجهون إلى الشام قال ألا إن الله قد أنزل قرآنا على رسوله الليلة وأمره بالتوجه إلى الكعبة ألا فتوجهوا إلى الكعبة. فاستدار الصحابة جميعا إلى الكعبة ولم يقولوا لا لا نطمئن ده خبرك خبر أحد خبر واحد. ممكن واحد يقول لي استنى عم الشيخ ده خبر يعني يخص حكما عمليا. أقول أعوذ بالله لا. هم ما فعلوا ذلك إلا وهم يعتقدون في صحة خبر الواحد ابتداء. ثم ألا تعلم أيها الحبيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث دعاة ورسلا له إلى الآفاق إلى آفاق الأرض إلى البلاد وإلى الحكام والملوك ولم نسمع على الإطلاق أن واحدا من هؤلاء رد هذا الرسول أو هذا الداعية بدعوى أن خبره خبر أحد وأخذوا بكل ما نقل إليهم عن هذا الرسول من قبل رسول الله سواء في مسائل الأحكام العملية أو في مسائل الأحكام الاعتقادية. أرسل أبا عبيدة بن الجراح إلى أهل نجران وأرسل معاذ بن جبل إلى أهل اليمن وأرسل مصعب بن عبير إلى أهل المدينة وأرسل دحية الكلبي إلى حاكم بصرة إلى غير ذلك. لم يثبت على الإطلاق أن هؤلاء ردوا خبر الواحد أو خبر الأحد. فهذه دعوة لا ينبغي أبدا أن نقف أمامها طويلة ما دامت قد ثبتت صحة الخبر. هو ده الشرط. ما دامت قد ثبتت صحة الخبر عن رسول الله اشترط لك ذلك. الخبر صحيح ولا لا؟ طب كيف يصحح الخبر؟ ارجع إلى قواعد الجهابذة النقاد والصيارفة الأثبات الإعلام من علماء الحديث مش بالعقل بقى. لا تحكم على صحة الخبر بعقلك وإلا كما ذكرت بالأمس لضاع الدين. وإلا فأي دين سيقبل؟ هل الذي يقره ويقبله عقلك أم الذي يقره ويقبله عقلي أنا؟ ورضي الله عن علي لو كان الدين بالعقل لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على أعلاه. لكن في قواعد وضعها علماء الحديث ارجع إليها لتتعرف على صحة الخبر. وتدبر معي قول الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فلم يأمر الله تبارك وتعالى بالتبين من خبر المؤمن الثقة أبدا وإنما أمر بالتبين من خبر الفاسق فقط. وإلا لو كان خبر المؤمن الثقة يحتاج إلى تثبت وتبين لما حدد الله تبارك وتعالى الفاسق وأمر بالتبين بخبره أو في قبره وإنما لجعل التبين مطلقا فقال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم خبر فتبينوا. وإنما قال يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. دل ذلك على أن خبر الثقة لا ينبغي أن يتبين منه أو أن نرده لأنه خبر واحد أو لأنه خبر أحد. هذا باختصار شديد في المسألة دي عشان الشبهة تزول بفضل الله جل وعلا. مسألة تانية ما ثبتتش في البخاري ومسلم. لقد ذكرت لحضرتكم الآن حديثين. الأول في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة والثاني في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله. طيب الأحاديث لم تصرح باسمه. السنة يكمل بعضها بعضا. وإلا فقد قال الإمام البخاري نفسه رحمه الله تعالى قال في صحيحه لم أخرج في هذا الكتاب إلا الصحيح وما صح عندي أكثر. مش كل السنة مدونة في الصحيحين يا إخوانا. لم تدون كل السنة الصحيحة في البخاري ومسلم. لا ده في مسند الإمام أحمد والسلام